حالك ابراهيم؟ مرحبتين بك. مرحبتين ام حبه. ام حبه مرحبا. ام حبه كيف حالك؟ كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله بخير يا رب يا رب العالمين. ويهدي النفوس ان شاء الله. آمين يا رب ان شاء الله. شنو اخبارك ام حبه؟ سلمك الحمد لله. كيف حال العيله كلها بالكامل؟ باي الحمد لله والله بخير. ام حبه موضوع حلقتنا اليوم عن العمليات الجراحيه في العمليات الجراحيه كويس. موضوع الحلقه اليوم يهمني يا استاذ ابراهيم. تفضل. الاسبوع اللي فات اولاد خالتي حساك صار لهم حادث. تمام. ورفعوا من المستشفى على طول وصار صغيرين في العمر. كويس. خش الدكتور يتفرج عليهم. با الولد ينزف من راسه، الولاد الثاني رجله وعمليه بيديروا لها. تفرج الدكتور وشبحهم قال لها روح اليوم للحوش، يوم اثنين تعالى مش لرفع نديروا لك العمليه. شنو؟ بعد قال لها مش يوم اليوم اثنين تروق تشي لربحة يديروا لك عمليه. هذا يديروا في راسه ولا في كراعه؟ يديروا لها العمليه في رجله. ويا ريت غير خيطوا له راسه هو. ان شاء الله تلقوه هكا خلاص باه. تفرج وتشبح للدكتور وراجلها طلعوا الصغار رفعوا من المصحة. تمام. نفس الدكتور اللي تفرج عليهم في المستشفى نفسه دار لهم عملية في المصحة في نفس اليوم. دكتور صدعوه وين جي خالتي قالت انقلب في سبحان الله مش نفس المعاملة اللي في المستشفى مش نفسها في المصحة. قعد لطيف قاعد يشبح فيهم وديك الهدزة والضحك ويداوي في الراس وخيط الأولاد وعلى طول دخلوا العمليات وداروا له العملية. كم دفع؟ والولد الثاني خيطوا له رجله. كم دفع؟ دفع دفع يعني قلت ما نقول لك تقول سبحان الله. كم؟ اللي دفع دفع شخص صاحبه تحبوهم صبر معه بارك الله فيه. ايوه وقال له مستحيل تدفع ولا ربع جنيه للمصحه العمليه وقد ما تملك الاطفال يعني بارك الله فيه. الناس خير الناس طيبه راهي. باي تمام. يعني شنو السبب اللي خلى الدكتور هذا او في المستشفى اللي فيها الدكتور انه هو مثال ما يديرلاش العمليه؟ شنو السبب يعني؟ السبب لان في المستشفى الدكتور ما فيهمش ما عندهمش يعني معدات ما عندهم شيء ما يقدرش يقول لي بو جيب لي جيب لي. هذه حاجة. الحاجة الثانية الإنسانية متى ما تتكنى هو دكتور وفي إحساس ويحس طول أنت العين هذا تشبه فيه دماغه نزيف والرجل طول وقت دخلت العمليات قد ما تملك كلم بو ما فيش الناس يجيبوا له خلي عينك. أم حبة أم حبة المشكلة في الدكتور ولا في المستشفى ولا في مين؟ في الدكتور بذاته يعني المشكلة في الدكتور. ايوه بارك الله فيك. شكرا يا ام حبه. تبارك الله. شكرا بامانه يعني تولي نشبح عليه كان ولد سلفي في مريض معك انا راه مش ضدك انا يا ام حبه يا ام حبه انا معك مش انا مش انا معك مش ضدك انا نبيك نكملي باش في وحدين اخرى يرجعوا قاعدين نشكوا. ايه قصدي يعني بارك الله فيك وشكرا من المكالمه قصدي. اه بارك الله فيك شكرا مع السلامه. شكرا يا ام حبه.